11 10 ديال الدقائق. مرحبا بكم في شهيوات مجربه والجديده رفقات هدى اليدالي. شهيوات مجربه والجديده مع هدى اليدالي. صباح الخير هدى. صباح النور حبيبتي. كل شيء مزيان. شبعتي لي الضحك. ويلي ويلي رائع الموضوع كان رائع. لا شكون هذا الصميم جبتيها قد قد. شكون هذا الصقرام اللي تفكرتي؟ لا لا ما نذكرش الاسامي. ما نذكرش الاسامي اللي كيصدوا في حياتنا. زيدينا شي صفه اخرى. انا بدا انا صدفتها كثير 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 لان بزاف ديال النساء اللي كتجي مع راجلها بحال دابا هي كتكوموندي هذه هو كيدي عرفتي يديك يعني كيجبد ديك الفلوس قريب يبكي. بيني وبينك راه هي اللي حمقى على جيب عارفه راجلها صغيره مجيبة عند هدى هدى بعدا كامل تجيبوا عندها رجالاتكم. لا الواعره عرفتي مسكينه ملي كتجي وعرفتي كتبدا عليه كيدير لها علاش وهذيك علاش غنديروها وتصوري يعني من الغريب من الطرائف اللي كانت واحد اللي غتولد ومسكينه كتقول له انا بغيت هذه الحلوه وبغيت هذه كيدير لها شوفي الناس كيحطوا التبصيل في حلوه وحده واش تجيب هذه ثلاثه الشكل غير في الناس يجيو يقولوا مباركم سعود واش السبوع مني قالت له لا راه السبوع خصني يكون في بلاطو اللي فيه ثمانيه ديال الاشكال ما عرفتي ما نقولكش ما بغاش ثلاثه عاد قالت لي ثمانيه عرفتي ما نقولكش بهذه الطريقه اللي كنجاوبها بها قال له تيما هادو اش غيجيو كاع يقولوا لي كيك غنباركم سعود خليه واحد التليفون خليه واحد خليه عندي حلوتي ما يجيوش عرفتي وكيهضر مني تو مسكينه هي عرفتي كتضحك كدي لي هو هكا طبعه هكا صافي قالت لي عيس لو باش نكونوا زعما يعني صادقين هو البخيل تيكون مسكين بخيل حتى مع راسو راه هو مع راسو مسكين ما مبرعش لا في ماكلتو لا في حوايجو لا في هو راسو ما كريمش مع راسو ما مرتاحش وعلاش ويهم يبقى فيها هو طبع ما شاء الله الله يحسن كل عوان زعما كل مره كتعيش مع رجل بخيل ماشي حارسه قلنا الحرص حاجه والبخل حاجه اخرى طيب لالا هدى اليداري حبيبتي ولكن عندنا واحد الـ واحد الـ القضيه زوينه هي داك البخيل عقلتي اللي ما تيبغيش يعطي لمرتو تصوب الحلوه وداك الشيء والنهار اللي دارت لي النشبه ديال الشهوه ديال هدى اليداري تيقول لها طيب تقولي تقولي ديال هدى تيعطيها تقولي حاجه اخرى ما تيعطيهاش عرفتي قالت لي وليتي عندنا واحد كتخرج منه الفلوس هذه قالت لي اول مره راجلي كيعطي فلوس بلا ندير وحق الله العظيم عرفتي دايما مسكينه قالت لي شتي قالت لي حاجه رحمتك اول مره راجلي قالت لي كنهضر معاه كنقول له هذه الحاجه راه خصني واحد 100 درهم ولا 150 درهم ما كيهضرش كيجبد قالت لي كيعطيها يعني قلت تعلمنا نخرجوا الفلوس من الجيوب وهاد القضيه ديال بلان كيرا هدى كنا قلنا في واحد الكتاب حنايا كنصحنا بها واحد الكاتب كبير قال لك اودي دابا حنا اش كنبغيو ما حنا حساسات مساكن وفهمتي عندنا العاطفه وما ترضاوش والكرامه كتبغي ديك الحاجه تجي مبادره من واحده وحتى الا ما جاتش مبادره منه ملي تقوليها لي يعطي لك بلا ما ينقر عليها وقال لك هذا مستحيل نقير هو شي حاجه اللي خلي ياك عطاها لك اش بغيتي نقر يعطيها لك وما ينقرش ما يمكن الى عطاها لك قولي الحمد لله لانك البخلاء اللي ما تعطيوهاش نهائيا ايوا لا لا هدى اش غتقدمي لنا اليوم باش غنبداو اليوم حبيبتي غادي نعطيو حلوه ديال الذره لان قليل الناس فين كنتناولوا الذره لان هي ذره صحيه نعرفوا ولكن قليل فين كنتناولوا شي حاجه ديال الذره ايه فبارفوا بارفوا كنقدروا نصوبوا ديك الحرشات ديال الذره ولكن ماشي كثير اليوم غادي نعطيو حلوه اللي هي نعطيوها حتى لوليداتنا يعني كتكون زوينه وجميله بزاف فنعطيو الطريقه يلا نبداو هي غريبه ماشي حرشه هي كتكون غريبات صغيورين اللي نقدروا نتناولهم في الكوتي ولا في الصباح فطروا بهم غريبه ديال الذره يلا اذا غادي ناخذوا نص كيلو ديال الطحين ديال الذره ماشي السميده ديال الذره نص كيلو طحين يعني ركزوا على انه يكون طحين فحال اللي كتاخذي الفورس كيكون هذه ديالو رطب يعني الطحين ديالو رطبه كناخذوا معلقه ديال النافع صغيره ولا كبيره اختياريه فالنافع كيبقى اختياري مطحون لا يبقى حبيبات يعني داك النافع البلدي اللي كيكون صغير والحبيبات ديالو صغيرين كنصهدوهم ماشي كنحمروهم اللي كنصهدوهم واحد شويه وكنديروهم فيها كنوضعوا معاهم ثلاثه البيضات كنستعملوا هنا ما عنديش ندير البيض ونطربو مع السكر وهذه لا مباشره يعني مباشره مع انني ندير الطحين نغربلو فواحد القصعه ندير فيه حفره نضيف فيه البيض كنضيف فيه البيض كنضيف فيه كاس لاروب ديال الزبده كنضيف فيه واحد ربع كاس ديال الزيت كنضيف له جوج خمارات
كنضيف له قبصه ديال الملح كاس ديال السنيده. ما ننساوش بان الذره من المشاكل ديالها الاولى هي كتحلى بسرعه، يعني هي كاس لاروب كافيها، حيت الا فوتي غير على داك كاس يعني كاس كحد اقصى يعني كاس راك الحد ديالها المزيان، اما الا فوتي على كاس بشويه كتولي حلوه بزاف. كيف ما الناس اللي عندهم السكري ممكن يستعملوها بلا سكر حتى هي كتكون لذيذه. فكنجمعوها معلقه الجليكوز اولا معلقه لا كونفيتور، معلقه صغيره ماشي كبيره ديال الجليكوز، الا بغينا ديال الجليكوز نستعملو غير معلقه صغيره ديالها باش ما تجيناش ديك الحلاوه اللي قلنا كتكون طاغيه. فكنطربو هادشي كله بيدنا، كنبداو نجمعوها هكا باليد وكنبداو نضيفو شويه ديال الحليب بارد يعني عادي، نجبدو نبدا نضيف شويه الحليب بشويه بشويه. فكنجمعها بعدا اول شيء بالزبده وبالزيت وبالبيض، حتى الا بقات لي شويه ناشفه كنضيف شويه ديال الحليب باش كتعطيني شكل. تقريبا شحال تنضيفو؟ ما غاديش نضيف فيها اكثر من واحد نص كاس كاع كاس لاروب كاع ديال الحليب، على حسب الذره، على حسب الطحين ديال الذره. ما نساوش بان الطحين ديال الذره كيختلف من منطقه لمنطقه. فغادي نجمعوها، غادي نخليو نغطيوها ترتاح واحد خمسة ديال الدقائق حتى ترتاح شويه، ومن بعد كنهز كنبدا ندير لها كويرات صغار وكنديرهم في لاطا كويرات على بحال اللي كديري الغريبه ديال البهله. فهي ملي كنكوروها كتبغي الفران يكون سخون، سخنوا الفران ولكن ما نخليش مجهد، نقصوا واحد شويه يكون الفران سخون مزيان مده ديال واحد 10 دقائق عاد ديك الساعه كنديرها، كنقص الفران وكنخليها كطيب. ما كتحتاج بان هي الا بغيناها تكون يعني حلوه اللي نقدر نحطها كندير لها واحد الطريقه اللي هي جميله، فكنكورها وكنفند لها الوجه ديالها في شويه ديال لوز ايفيلي اولا شويه ديال الكاوكاو ايفيلي ولا شويه ديال الكاوكاو مهروش، ولا يعني لكم حريه الاختيار كيف ما ممكن نزينها بطريقه اخرى اللي هي نكورها ونحطها كره يعني بلا ما نبسطها، نحطها كره ونطبعها ديك الطابع اللي كاين دابا الطوابع ديال الغريبات اللي كنتراسيو بهم الغريبه، فممكن نديروها لها يعني. هي حاجه اللي مهمه هي ما كتفنش في السكا كلاصي يعني كتكون هكاك طبيعيه فكتبان بانها هضره. والغريب ان بزاف الناس ملي كياكلوها عندي ولا كيشوفوها كيقول لك يعني قليل فين كنعرفو الحرشه ديال الذره، ولكن غريبه ديال الذره غريبه، ولكن والله صدقوني كتجي لذيذه بزاف. فنجربوها، جربوا غير شويه منها ونشوفوا بصحه والراحه. الله يعطيك الصحه ونمشيو نشوفوا اول اتصال طبعا على 05 22 36 10 05 22 36 05 كذلك 36 عبر الاس ام اس 5566. اس ام اس يقول لك صباح النور اختي امينه، عافاك بغيت كيكه تكون لذيذه بحال ديال الباتيسري كتكون كتكون وتكون فيها كتكون ما نعرفاش وكتكون فيها لا كريم ديال الشكلاط، لا كريم ديال الشكلاط. كيفاش كنعمل الشكلاط؟ هادشي اللي كاتبه كريم ديال الشكلاط. ايوا قال لك لاله والسلام تعطينا شي كيكه فيها كريم ديال الشكلاط؟ اه ماشي مشكل نعطيها كيكه ديال كريمه ديال الشكلاط، كريمه الشكلاط. فاذا غادي تكون هي اللي كتقصد امينه ماشي كريمه الشكلاط، كتكون في المخبزات دابا ولات كثيره ديال مغطيه بواحد الكراساج او شوكولا، كتكون مغطيه كلها بالشكلاط من الفوق، كتكون هي بالشوكولا من الداخل وكتكون من برا اون كراساج دو شوكولا، يعني ماشي مغطيه بشكل لان الشكلاط الا غطينا به الكيكه بوحدها سي سيغ ما غاديش يعني مجرد انه غيجمد غادي يولي قاصح تقطع. فكتكون واحد الكراساج اللي هي رطبه. وعندك حنان لاله قالت لك بغات تشكرك واعره والله الا اكثر من 10 ديال المرات قالت لك باش عاودتها وكتجيني واعره، شكرا بزاف هدى. صحه وراحه حبيبتي. الله يعطيك الصحه. واخا غتعطينا لاله الكيكه ديال الشكلاط. يلا نبداو. اذا كيكه ديال الشكلاط اللي هي لذيذه كاع الناس كيعجبهم الاطفال ولا الكبار حتى حنايا كتعجبنا، فغادي ناخذوا غادي نحضروا كيكه اللي هي كتكون طالعه. فهنا الكيكه اللي كتكون هذه ما كتكونش كبيره في الحجم ديالها ولكن كتكون شويه عاليه. فهذه ديالها كتكون المول كيكون دائري ما كيكونش داك اللي فيه الحفره الوسط، فكيكون دائري عادي. كيف ما ممكن الا ما عنديش في حاله ما لقيتش عندي المول في الدار ممكن نستعمل المول اللي هو مثقوب عادي. فغادي ناخذ المقادير يلا نبداو. خمسه البيضات غادي نديرو نطربو خمسه البيضات مزيان، غادي نضيفو عليهم 200 غرام ديال الشكلاط اللي كندوبوه،
نعرفوا الكيكة علاش كتقولوا حنا كيكة الشكات كتجينا ناشفه علاش ما كناكلهاش، فبالتالي كنلقاو باننا كنديروا فيها الكاكاو، الكاكاو كينشف. باش نعرفوا واحد القضيه، الكاكاو راه اكثر من الطحين، اكثر من الفورس، هذه بين قوسين، غير باش منين نبغيو نصوبوا شي حاجه نعرفوا علاش حلوه كتجي ناشفه. بحال اللي قلنا امينه، قلنا غنخصوا شي حلقات اللي هي نعرفوا اساس الطبخ، اساس يعني طرا لي مشكل في هذه الحلوه ولا طرا لي مشكل في هذه الماكله شنو ندير ليها، كيفاش ننقدها. اوكي، فنعرفوا اول حاجه الكاكاو منين كنضيفوا سواء الكيك سواء الحلوه خاصها تكون واحد النسبه ديال الدهون ولا نسبه ديال السوائل، لان الكاكاو كينشف. هذه كتبقى فقط بين قوسين، كيخليوها قاعده عندهم، يعني اي وصفه خديتي فيها الكاكاو عرفي بان خاصها تكون المقابل ديالها يا اما حليب يا اما ياغورت يا اما كريمه يا اما شي حاجه اللي تخليني، لان الكيك ملي كنستعملو كيقول لك الكيكه الشكات غندير فيها الكاكاو، ولكن راه ملي كنستعملو كيكه فيها الكاكاو كتنشف، فبالتالي ملي كنجدو الكيكه وناكلوها باقا شويه كدا فيها راه زوينه، مجرد باننا نخليوها واحد شويه كنبداو نقولو وما الكيكه ناشفه وما الكيكه قاصحه، ما اللي خصني ندوزها مع الحليب، ما اللي خصني ندوزها مع اتي باش تدوز. فخصنا نعرفو هذه كتبقى فقط كقاعده، قيدوها في واحد اون بارتي في الكتاب، نعرفو يعني كل نصيحه كنديروها بلاصتها. ملي كنبغي نصوب كنكون صافي عرفت اشنا هي الحاجه باش ما تخسرليش داك الحلوه. فغادي نرجعو الكيكه ديالنا، في الكيكه الا بغيناها تجينا ديال الشكات وتجينا رطيبه وخفيفه خص ضروري ما يكون فيها زبده زائد نسبه ديال الشكلاط، ماشي الكاكاو بوحدو، فالشكلاط كيضطري الا ضفنا عليه واحد شويه ديال الزبده غادي يولي عندنا رطب، كيكه تجينا لذيذه. فنرجعوا للكيكه، عندنا خمسه البيضات، عندنا قلنا غنبداو من 150 حتى 250 غرام ديال الشكلاط، نذوبوها في حمام مريم نخليوها تبرد واحد شويه، نضيفوها على الشكلاط. ما غاديش نستعملوا هنايا انا شخصيا 200 غرام ديال الشكلاط، 150 حتى 200 غرام اللي بغيتي. شحال الزبده؟ الزبده عندنا واحد كاس ديال الزبده دايبه الزبده. اي نوع ديال الزبده مذابه؟ كنستعملوا جوج معالق كبار ديال اي نوع ديال القشده، اولا ما عنديش قشده بحال اللي كنقولوا دانون ياغورت بدون سكر، ولكن حذاري بدون سكر، لان هنا الكيكه ديال الشكلاط اللي خصكم تاكلوا ما ناكلوهاش حلوه، انا ما كنضيفش فيها السكر، هنا بين قوسين اللي بغيت السكر حر، ولكن الا بغيتوا كيكه ديال الشكلاط لذيذه ومذاق الشوكولا كلوها طبيعيه بدون سكر بدون اضافه السكر، لان عندنا دجاج الشكلاط. غادي نطربوا هنا واحد الحاجه اللي مهمه خصكم تعرفوها، هذا الخليط كله خصو يندمج بداك الخلاط الكهربائي فين كنطحن العصير، هذا الشيء كله خصو يندمج مزيان تيولي عندي كريمه، عاد كنبدا هذاك هو لاباز ديال الكيك. فمني كندمجو مزيان هذا كناخذو كنحطو، عاد كنبدا نضيف عليه، كنضيف عليه 250 غرام ديال الدقيق ولا زلافه ديال الفورس الطحين الابيض، دائما مغربل، ثلاثه الخمارات، جوج معالق ديال بودره الكاكاو، هادو كلهم كيتغربلوا في شي حاجه شي زلافه ولا فشي بابي كويسون ولا شي كاغيط، وكنضيفهم مباشره على هذا الخليط. فهنا كتجيني كيكه سهله، كنضيف داك الخليط كنديرو في واحد البانيو ولا في واحد زلافه سلاديير، وكنضيف عليهم هذا الخليط كله اللي هو الفورس اللي هو الكاكاو اللي هو الخميره، وكنطرب كل شيء. من طبيعه الحال اضافه الاساسيات هذه قلناها شحال من مره، الخل من اضافه جوج معالق ديال الماء، هادو لا نقاش فيها، دائما اي نوع ديال الكيك كيف ما كان نوع، سواء رويال سواء بريستيج سواء كيكه عادي سواء شوكولا، كيبقى الخل معلقه صغيره كتبقى تكرده، وكتبقى جوج معلقات ديال الماء واضافه معلقه صغيره ديال الخل، هذوك من الضروريات كيضافوا دائما مع الخليط ديال البيض، ما كنضيفهمش للاخر. صافي، وكندير الكيك ديالي حتى كطيب، اخر شيء كنديروا ليها لا ديكوراسيون ديالها اللي هو الكلاصاج ديال الشوكولا اللي هو ساهل. غادي ناخذ واحد ياغورت ديال كريمي بدون سكر، ياك كناخذ واحد كنديرو في واحد الكاسرونه، كنضيف عليه في واحد سلاديير معذره اسمح لي في واحد سلاديير، وكنضيف عليه الشكلاط اللي هو كتكون واحد 150 حتى 200 غرام بحال اللي قلت عاوتاني ديال الشكلاط اللي كندوبها في حمام مريم، كنضيف عليه هذاك الياغورت اللي هو كيكون كريمي، كنعاود نقولها كريمي بدون سكر، كنخلطهم بواحد المغرفه ديال العود مزيان حتى كيوليو عندي كريمه، وهما اللي كنخوي على الكيكه بعد ما كتخرج وتبرد شويه، كنخليها تبرد عاد نحيدها من المول ديالها ولا من القالب ديالها، وكنخليها تبرد ونحطها ونخوي فوق منها هاد الشوكولا نحطها تبرد. لاحظوا بان هذاك الشوكولات ما غيبردش ما يجمدش، ولكن غيبقى عندي على شكل كلاصاج. صافي، كنقدمها بصحه والراحه. يعطيك الصحة. نشوفو اتصال آخر. حرية على الخط، السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. هذه اختي هدى. معك امينه. هاي هدى حدايا. مرحبا. كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله ديما الصحه. الله يبارك فيك لاله حوريه. تفضلي. كيداير الو اختي هدى؟ اهلين حبيبتي. كيداير لاباس عليك؟ الله يطول عمرك حبيبتي، ربي يخليك. حبيب عافاك، بغيت نطلب منك واحد الطلب. مرحبا لاله، امري. دابا الحرشه باش نخبزها تتبوق لي، ما عرفتش منين. شنو كدير فيها؟ حرشه المقله؟ حرشه ديال المقله. الطاجين. شنو هي؟ شنو هي قلتي؟ حرشه ديال الطاجين. حرشه ديال الطاجين. وعافاك حبيبه، شوفي بغيتها تجيني كتيه. اش كديري فيها حبيبتي؟ اش كديري فيها؟ تندير فيها الماء والخميره. وشويه سنيده. صافي. حبيبه. والسميده. 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 ما كتضيفي لا زبده لا زيت لا ما يمكنش غادي تجيك ناشفه حبيبتي. لا ما تنضيفش فيها، ما عرفتش شنو ندير لها. لا انا نعطيك حبيبتي التحريقه ديالها. مرحبا. وديريها ديال المقله. مالها ديال المقله؟ هدى اختي قهرتينا. هكيكا ديال الكوكوطا، الدجاج بالليمونه، زعما دابا انا حرشه في الطاجين. لا خدعك بوجه الله، دابا انا عمرك سمعتيني سمعتيني عمرك سمعتيني في حياتك انا عطيت حرشه في الطاجين؟ كيفاش بدات القضيه ديال الحرشه في الطاجين؟ وسكتي. غريبه هاد الحرشه في الطاجين. ماشي الطاجين، الطاجين اللي كنعرفو ديالنا، لا الفراح ديال الطين. عرفتي الفراح ديال الطين؟ ما تقوليش ما كتعرفيش. هذاك الفراح كاين واحد المناطق كيسميوه الطاجين، يعني ماشي الطاجين اللي كتعرفي، فهو كيكون ديال الطين، كيكون شكل الطاجين واخد داك الشكل ديال الطاجين هكا، ديك الجنيبات شويه طالعين، فهو كيتسمى طاجين. ما تنسيش راه بعض المناطق شي اسامي راه مختلفه. فالطاجين هي عناس به داك الفراح ديال الطين، عاش كطيب، يعني ماشي الطاجين اللي كتعرفي ديالنا كنصبوا فيه الماكله ولا فهمتيني. واخا واعرتي يلا يتواعر. علاش حرج الطاجين؟ واخويا تخيلتيها مطيبه في الطاجين. طاجين ديال الماكله. دابا انت تخيلتيها بانها مديوره في الطاجين. ما تخيلتيهاش، ما تقبلتيهاش، بغاش تخيل ليا. عيش من تخيل. او حرشه الطاجين تزيد الغطا ديال الطاجين تبالك حرشه. واعرات يلا عطا الطريقه باش نشوفوا باش تجي مزيانه. يلا حبيبتي باش ما تجيكش مبوقه حبيبتي حوريه، هي هذا المشكل كيوقع في الحرشه ديال هذه ملي كتكون ناشفه. فبالتالي قالت لك كتجيها ناشفه ما كتجيهاش رطبه. فعندك طريقه زوينه، وعند كل المستمعين اللي بغى يصوب الحرشه، فبيني وبينكم والله العظيم الا ساهله في البيت نحضروها. هذه كتجي من الحرشات اللي كتكون وحده، كتكون كنقولوا الحرشه العائليه، فكتكون شويه على قد التبصيل، ماشي داك الكبيره بزاف بحال اللي كنجيبوها في الزنقه، ولكن كتكون حرشه اللي هي عائليه وكنجمعوا عليها كلنا. الرائع فيها هما ملي كيطيبوها كيديروا بالزبدليه، كيديروا على الزبدليه ياك. ايوا عطيتينا مقدمه طويله، فبالتالي الوصفه غادي تكون من بعد ما غنسمعوا للداوديه كيف العاده، ومع هدى اليداري الخبيره في الطبخ اللي غادي تعطينا دابا والحريه كيفاش غادي تجيها الحرشه ديال الطاجين بشكل مزيان. تفضلي لاله هدى. يلا حبيبتي، اذا غادي نبداو الحرشه ديال الطاجين. غادي ناخذوا واحد زلافه، مش ما نقولهاش ديال العبار ولا ديال الميزان، انا ناخذوا زلافه ديال السميده رقيقه، وغادي نضيف عليهم لاله واحد معلقه ديال الزبده كبيره اللي تكون مرخوفه، يعني اي نوع ديال الزبده، سواء حتى الا كانت الزبده البلديه عندك في الدار ممكن تستعمليها. كنستعملوا معاها لاله واحد 4 كاس ديال الزيت اللي كنديروه بيدينا، كنزيدوا عليها الخميره. كنستعملوا هنا الحرشه هذه بالضبط، كنستعملوا فيها طريف ديال الخميره ديال الخبز اللي هو قد غير قد فر ديال الخميره ديال الخبز، وكنستعمل فيهم خماره ديال الحلوه باش كتجيني خفيفه، ما كتجينيش يعني لاصقه ناشفه بحال هكذا. فكنضيف فيها خماره ديال الحلوه، وكنضيف قد فر بحال اللي قلنا، وكنضيف فيها معلقه ديال سنيده ومليحه، كنبسبسها باليد مزيان، وكنضيف عليها الماء حتى كتولي عندي خفيفه شويه، يعني فنعرفوها بانها خصها تكون خفيفه، ما تكونش ديك ما تكونش بحال اللي كنقولوا قاصحه بحال العجينه ديال الخبز ولا هذه. فهي هذه معروفه بانها ملي كنبغيو نقرصوها كنقرصوها بالماء، فملي كنديروها في الطاجين كنفزقوا يدينا بالماء وكنقرصوا ليها الوجه ديالها صافي، وكنخليوها حتى كطيب وكنقدموها بصحه وراحه.
مهدي جباش وبس بزوعه جاتك غريبه مالك بس ما تجيش بسبوسه ما كتاكلش بسبوسه بسباس اش كان مشتقمين بسباسه يو بسبيسه بسبسي انا نشرح لك مهدي باش عندك ثقافه في المطبخ اه يا ماشي هي هكا هذا راه تقراس هذا بسبسها يعني كتجيب بصباعك اي حاجه فيها السميد وهذا كتبسبسها بحال هكا يعني كتخلطها مع الزيت وهذا كتولي مبسبسه فهمتي تيضحك بسبس على جنيد حني ما عندنا كيف كنصوبوا الحرشه عمرك شي ما كتصوب الحرشه في الدار لا بصح كدير لها كبصبعه بصبعه بحال باش المكونات كتخلط فهمتي ما كتبقاش السميده هكذاك فهمتي كتجي مجموعه قابطه في راسها كتبدا تقبط في راسها فهمتي دابا ودابا كيضحك على ديك لف ديال تبسبيس ولا ديال بسبس فهمتي المصطلح مشي عقلك بعيد نية مشي بالي على المطبخ قلت ما فهمهاش علاش انا كضحك كتشرحي كدير كندير مجهود باش نشرحها لي اش نقول لك العيلة سميتها ومن وجدة العيلة العالية 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 السلام عليكم العالية نعم لالا مرحبا بك بارك الله فيك لالا تفضلي لالا هدى معك أمينة هاي هدى كتسمعك تفضلي لاباس عليكم الله يبارك فيك الحمد لله الله يخليك لالا هدى بغيت منك البصلة غبرة كندير صابع والثومة غبرة حيت عندنا في وجدة واخا حبيبتي واخا بكل فرح غير هو واقيلا ماشي دابا ياك هدى تصوبها حتى الصيف اذا اول حاجه خصك تسني حتى الصيف حتى شهر 8 وعطيها الطريقه يلا بطبيعه الحال فالثومه ديجا عطيناها مرارا شحال من مره عطيناها عطينا باننا كناخذوا كيلو ديال الثومه كنقيوها اولا كنخليوها بالقشره ديالها يعني على حسب واش انا بغيتها تكون بودره اللي هي بودره من ساجمه ولا بغيتها تكون يعني شويه قابطه كنقولوا حبيبات كتكون فاحسن حاجه كنديروها هي الا بغيناها تكون بودره دائما كناخذوها كنقيوها كنضيفوا على كل كيلو 150 غرام ديال الملحه علاش كنضيفوا الملحه ملحه كتدار لان ملي كتكون في المنطقه اللي هي ماشي جافه بحال دابا في المناطق الصحراويه حنا كنكرموها بدون ملح كنكرموها طبيعيه ولكن ملي كنكونوا في منطقه اللي من غير الصحراء راه ما كتكونش بلا ملح يعني ما كتبغيش تصدق بلا ملحه فكنديروا لكل كيلو كنضيفوا له 150 غرام ديال الملحه كندقوه ولا كنطحنوه يا اما كدق اولا كطحن في اندو تخوا وكناخذ واحد الزيف اللي كنفرشو في واحد اللاطه ولا واحد البلاطو وكنستعملها في الشمس مده ديال 3 ايام ولكن خاصها تكون واحد درجه الحراره جافه يعني الجو ما نكونوش حدا البحر ما نكونوش حدا يعني اساس ديال شي حاجه اللي خاصها تنشف مزيان واحد 3 ايام في الشمس من طبيعه الحال كندخلها من الشمس بالليل كنحيدها كنغطيها بواحد الزيف كنخليها حتى الغد ليه ملي كدوز 3 ايام كنديرها في الفران اللي كيكون عندي سخون كيكون عندي فران سخون يعني فران سخون ونطفيه نسخنو مزيان ولا نطيب فيه واحد الكيك ولا نطيب فيه الخبز ولا نطيب فيه شي حاجه وندخل ديك الثومه اللي كنديرها في واحد اللاطه بابي كويسون وكنديرها في الفران كتبقى مده ديال 10 دقائق بدون ما يكون الفران شاعل ما يكونش عندي الفران شاعل نديرها نخليها في الفران مده ديال واحد 10 دقائق حتى كتبان ليا كرمات مزيان كنجبدها كنطحنها مباشره من الفران خاصها تطحن مباشره يعني سيغ بلاص ديك الساعه نجبدها نطحنها حتى كتولي عندي بودره نفس الطريقه كنستعملها حتى البصله سواء على البصله ولا الثومه نفس الطريقه كنستعملها اليوم وكنحتفظ بها بطبيعه الحال في المجمد يعطيك الصحه عندي مده طيب ناخذ سكينه السلام عليكم سكينه معك اختي من وجده كذلك السلام عليكم تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اختي امينه هذه هي مرحبا كي دايره اختي مزيانه الله يبارك فيك كي دايره اختي هدى مزيان الحمد لله طولي عمرك حبيبتي اختي هدى بغيت نسولك على الحلوه ديال الكوك هذيك اللي كتباع برا في الزنقه بدرهم كنت سمعت واحد المستمعه صفت ميساج عليها وقلت لها شوفوها في الانترنت انا ما عنديش انترنت باش نخرجها بغيت الاخت هدى تعاودها لي الا سمحتي نعم الا كانت واقيله جيبها معها اليوم الحلوه ديال درهم اين هي هذيك تاع كوك اللي كتباع برا تاع ديال الكوك حلوه ديال الكوك ديال درهم ومن غادي نحاول نقلب على دابا في الفيسبوك على الصفحه ديالنا اسره سوق شبع فهم
نحاول نعطيها لك ونشوفوا اتصال اخر. لطيفه من قنيطره. لطيفه السلام عليكم. السلام عليكم اختي امينه. عليكم السلام مبروك. ورحمه الله. الله يبارك فيك. صباحك مبروك. صباح النور حبيبتي. ايه اختي جربت الطاجين بالخضر والحمص. الله يعطيك الصحه. صحه وراحه حبيبتي. وردين الفرن للخدمه. ما شاء الله. ما شاء الله عليك حبيبتي. هدى بيبا. انا عندي جوج طلبات ولكن للاسف تتقبل غير واحد. واحد صافي. مرحبا حبيبتي. واحد في الفيسبوك ولكن ما لقيتش الجواب. سمعوه قول. اختي واحد غريبه كليتها قالوا لي سميتها غريبه تونسيه. ما وصلنيش هنا ميساج هكذا. صيفطي غير اليوم. لا صافي نسمع. ايوا فوالا داكو. الغريبه التونسيه. اها ايه ولكن الطلب اللي عيطت عليه اليوم ماشي هادي. ايه ودابا اختاري اشنو بغيتي اليوم. بغيت اختي شي طريقه الشيفلور من غير الطاجين. ايه الشيفلور مزيان احسن من الغريبه التونسيه. خلينا نشوفوا لي الشيفلور اش غنديروا ليه. تنحيروا معاه. كتشريها امينه الشيفلور. هنا لقيت كاليطه ما لقيتش هذيك حلوه ديال الكوكرة تنقلب عليها. الشيفلور كيفاش نديرو ليه؟ الشيفلور من غير الطاجين اللي بغينا نستعملو فكيستعمل كراتان كيتستعمل شلاضه كيتستعمل كمقبلات وكمقبلات كيجي رائع جدا جدا. فحنا كنستغلو الشيفلور. دابا احسن حاجه احسن وصفه جاتك دابا على بالك تديريها للشيفلور. كنديروه سلاد ولا كنديروه مقبلات كيجي زوين بزاف. يلا ورينا هذا السلاد ولا مقبلات. السلاد ديالو سهله. جيبو انا اللي كيعجبني بزاف وكيعجبني نحضرو بها كيكون على مشرمل كنحطوه كمقبلات غادي يجيكم احسن. انا دابا سلطه مع البرد بيني وبينكم ما كنزعموش ناكلو بحال هكا سلطه اللي كتكون بارده وهادي. فانا نفضل بانني ناكلو مشرمل وسخيخن احسن من ناكلو بارد. ايه فغادي ناخذو باش نحضروه غادي ناخذو اول شيء يا اما غنبخروه يا اما دابا غنديرو شي فلور مشرمل. ايه شي فلور اللي غيكون مشرمل. اي منين نبغيو نقطعوه حبيبتي نقطعو ديك البلاطه ديالو صغار ما نخليوش ديك البلاطه كبار لان حنا بغينا نشرملوه هكاك يعني ما بغيناش حنا نشرملوه معجون. حنا بغينا ديك البلاطه ديالو يبقاو باينين وريدات كبار وريدات صغار 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 باش منين يطيب يبقاو عندي هكا. إيه؟ غادي نبخرو واحد شويه ماشي كثير نرشو بمليحه ونبخرو ونطلع فيه التبخيره واحد 5 دقائق هكا يطيب بسرعه. الماء ديالو اللي يتبخر فيه كيكون فيه شويه ديال الكمون طريف ديال الحامض في الماء اللي غيتبخر عليه بلاتي. وفي الماء اللي غادي يتبخر فيه شنو ندير فيه؟ غادي ندير فيه الكمون. ايه وغادي ندير فيه الحامض وندير فيه شويه الملحه ونخليه يعني يغلى مزيان عاد نحطو فيه. ايه لا في الماء حيت داك البخار غادي ينسمو. فما ننساوش واحد القضيه الشوفلور ولا الشيفلور كيعطي واحد الريحه في الدار كثيره ما كتعجبناش. فقبل ما نديرو هذاك الماء خصو يغلى مزيان عاد نحطوه يتبخر لان غيطغى على داك الكمون كيمتصلو الريحه ما كتخليش الريحه كثيره في الدار ما كتعجبناش. من بعد ما غنبخرو ما غنبخروش بزاف خليه قابض شويه في راسو غادي نصوبو له الشرمولات ديالو. الا بخرنا غير 5 دقائق راه تبارك الله راه غادي يبان لك طاب. غادي نصوبو له الشرمولات ديالو غادي ناخذ واحد المقله ولا واحد الكاسترونه احسن بيني وبينكم مقله علاش لانها واسعه ما غاديش تعذبني في باش نبقى نقلبو على هاد الجهه. كنحك فيها مطيشه وحده في مقلات ارجع اللغه العربيه في مقلات. انتظري دابا في مقلات زيت. في مقلات كنحكوا واحد مطيشه ياك كنديروا معها شويه ديال الزيت بطبيعه الحال الا غادي طيبيها هذاك طيب ديري معها شويه زيت الزيتون ولا زيت المائده حسب الاختيار ديالكم شنو اللي عندكم في الدار. غادي نضيف عليها 2 معالق كبار ديال الربيع مقطع يعني مطيشه في الاول بيني وبينكم خليوها نشف ديك الماء ديالها لان درت لها شي مكونات غير غادي يفقد منك ها ديالو غير ما يبقاش الماء قبل الربيع قبل خليها طيب شويه الطماطيشه تطلق الماء ديالها وطيب لان باش ما تديرش. فنشحروها شويه كان مني بعد ما كتشحر كنضيف عليها 2 دراسات ديال الثومه محكوكين كنضيف عليها 2 معالق كبار ديال الربيع هذه كنقولوا دابا هذه المقادير الشيفلورة وحده كبيره. فكنضيفوا عليها الربيع مقطع كنضيف عليها فلفله حمراء شويه ديال التحميره كنضيف عليها شويه ديال الكمون واحد نص معلقه ديال الكمون معلقه ديال التحميره باش نجيو المقادير مضبوطه. معلقه ديال التحميره نص معلقه ديال الكمون شويه ديال السودانيه وشويه ديال الهريسه ما غتحررش غير شويه يعني غير فقط واحد شويه اللي غادي نضيفوها. ايوا وغادي نشحروا مزيان غادي نضيف عليهم نص حامضه ديك الهبره ديال الحامض الداخليه ديك الهبره اللي كتكون في الحامض مرقد هذيك كنضيف نص كنغسلها
مزيان كنحيد لي هذاك الزريعه وكنغسلها شويه من داك الملح اللي زائد وكنضيفها كنضيف عصير نص حامضه هنا ما غنستعملوش الملحه نهائيا والجميل بزاف كنضيف واحد نص معلقه ديال العطر ديال اللحم كنضيف واحد الذهائله بزاف وكنديه ونجيب داك الشرموله كنضيف فيها معلقه صغيره ديال الطماطم المركزه ولا مطيشه ديال الحك كنخففها من طبيعه الحال قبل ما نضيفها دائما مطيشه كنخفوها بشويه ديال الماء عاد كنضيفوها من بعد كنضيفوها كنديو نجيبو داك الشرموله وكنضيفو ليها داك الشوفلور اللي كيكون هكا كنضيفوه اللي كيتشرمل من هنا ومن هنا وكنقدموه في الطبيسلات بالصحه والراحه فكنقدموه كنزينوه بقشره ديال الحامض ضروري ضروري قلبوه من هاد الجهه ومن هاد الجهه حتى يتشحر يبان ليا شويه خدا ديك النسمه ديال الشرموله ولا ديال لاصوص وكنحطو كنقدمو كنضيف عليه قشره ديال الحامض هنا غير بين قوسين اختاري لينا شي شرموله اللي يطيب معاه الشيفلور حيت الشيفلور ما تيشربش مزيان داك تيبقى تتحسي به راه مسلوق ولا مبخر فهمتيني اش بغيت نقول لك اذا كطيبي هذاك كيطيب هذاك ابار هذاك بوحدو هذاك ملي كنبغيوه كنطيبوه كيجي بلا لحم بلا والو وحتى هو كيتحط في الطبيسلات هذا كنجي نقول لك بحال دابا ساهل بسرعه ممكن تصوبيه وكيجي كمقبلات حتى هي لذيذه بزاف فنعرفوا راه مقبلات راه كيف ما كاينه هكا كاينه هكا كاينه هكا يعني راه الشوفلور كيطيب تاكلي الشوفلور بالقرقاع راه ما كتشبعيش منه راه لذيذ بزاف راه حنا رجعنا الكيكه في هذا والطاجين وحرشه في اودي عطينا هذا انا كنقول لك كيف ما كاين مقبلات هكا راه كاينه حتى بالقرقاع كاين حتى بالحامض كاين حتى انا مزوقه مستمعه امينه احاريس جاوبيها قالت لك دابا بغينا دابا الشيفلور واخا تنديروه يمكن في هاد الشرموله ما تشربهاش مزيان يلاه كتبي نقول لك كتبي هانا كتبي برقم 60 دابا هذه الطريقه الاولى سالينا غنديروا دابا الطريقه الثانيه امينه عزك الشوفلور اي 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 لا تتحيري فيه كتشوفيه في السوق هكاك محطوط زوين ضيعوا فيه هنا الحرام طيبوا حتى هو فاول حاجه غادي نديروا غادي ناخذوا بصله غادي نحكوها في الحكاكه بصله محكوكه اييه وغادي نديروا معها شويه ديال الزيت نديروا مع هاد جوج دراسات ثلاثه ثلاثه دراسات ديال الثومه لانه كيبغي الثومه شويه ثلاثه دراسات ديال الثومه محكوكين والزيت شويه زيت المائده ولا زيت العود اللي بغيتو ونشحروا ديك البصيله حتى تنشف ونضيف عليها لالا البزار شويه ديال البزار ولا ما درناش فيها بزار لا لا غادي درنا فيها شويه الهريسه بشويه السودانيه واخا ياك هذه غادي نضيفوا فيها شويه البزار واحد شويه ديال سكينجبير يعني واحد ربع معلقه صغيره ديال سكينجبير شويه ديال الخرقوم بلدي واحد ربع معلقه صغيره ديال العطريه ديال اللحم ملحه عصير نص حامضه ديو نجيبو شويه ديال الربيع واحد جوج معلقات كبار ديال الربيع نضيفوهم ونضيف هذا يتشحروا نضيف كاس ديال الماء كبير ياك نضيف عليهم الشيفلور نقطعوا وريدات كبار شويه ونضيف عليهم هاد القطع ديال الشيفلور نجيب نص حامضه ولكن مبخر ما والو لا لا خضر غضيفيه مباشره درتي داك كاس الماء باش يطيب فيه وينشف معاه بنتي غادي تضيفي عليه الحامض مرقد خذي الحامض مرقد واحد نص حامضه قطعيها خليها بالقشره ديالها بكل شيء ديالها رميها وسط الطنجره غير راعي باننا ما نضيفوش الملح كثير لان عندنا الحامض معصر علاش درنا الحامض معصر في الاول حامض معصر ما غايخليش يعني لي غاز ديالو ما غايكونش كثير كنضيف عليهم حبيبات يعني شويه غير هكا شويه نهز غير بالطرف الاصابع شويه ديال الكمون اللي هو كيكون حبوب وكنضيفو يعني واحد ربع معلقه اقل من ربع معلقه صغيره ديال الكمون غير شويه حبيبات اللي تفقد له ديك النكهه اللي ما غتعجبنيش هذا الشيء درنا له عصير ديال الحامض لانه يحيدوا لي غاز وغتحيد حتى النسمه اللي ما كتعجبنيش انا في الشوفلور كنخليه حتى كيطيب كينشف كتبقى فيه ديك المريقه خاطعه خفيفه يعني قليله ديك لاصوص ديالو وكنقدمو كمقبلات في الجناب ديال الطبله فكيجي لذيذ بزاف يعني هائل بهذه الطريقه كنقدروا نضيفوا له حتى في الاخر شويه ديال الزيتون اللي كيكون بالعظم كنقدر نضيفوا له نخليه يغلى في داكشي اش كنقولوا الراعي باننا ما نضيفوش الملحه الا غندير الحامض مرقد والحامض الاخر والزيتون ما نضيفش نهائيا فبيني وبينكم كيجي مقبلات رائعه في الجناب ديال الطبله شكرا لك بالصحه والراحه هدى الياداري الخبيره في الطبخ اللي عطاتنا جوج ديال طرق ديال الشوفلور مشرمل وكيكه بالكلاصاج ديال الشوكولاته وكذلك غريبه ديال الدراو اللي غتلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك اسره سيغ شاد اف ام